زين، أمير العماري أمير جيد، لكن هو ما موظف بشكل صحيح، لأن هو دائما شوف هسه أنا مباراتين أمير العماري هو ارتكاز ثاني مو ارتكاز أساسي، يعني من يلعب هو أمجد عطوان هو دائما يميل للاستلام وين؟ بساحتنا وينقل كرات بحكم أنه رجل اليسار، لكن ما بالمواكبة مع المهاجمين أو خلف المهاجمين والتسديد على المرمى ما شاهدنا كزيادة مباراتين، ما عنده ذيك الزيادة. فلهذا أنا أقول يعني لو يوظف بشكل كامل أنا أعتقد حتى مستواه الآن مو مثل مستواه بتصفيات كأس العالم من شارك كان يواكب ويشوت على الهدف، يعني شكل إضافة من ينزل بديل سجل، لكن الآن يلعب يعني أعتقد يا أما عنده كانت إصابة أو مشاركته بالدوري السويدي يعني مو بشكل عالي. طيب حسين علي، حسين علي طبعا محترف الآن بالصفاقس التونسي، ابتعد فترة على المنتخب، يعني خلال المباراتين جيد جيد جيد، يعني قدم اللي عليه. حسن عبد الكريم قوقية نتأمل منه الكثير، يعني شاهدنا اليوم كبديل وفي المباراة الأولى، لكن هو مشروع لاعب للمستقبل.